بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. مدانا كان لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نكي لغران عند الساسة تدينوغن وصلاة لقبنغن نرد قاقسي الصلاة وأهمية الصلاة ومكانة الصلاة من تلقبنغن صلاة صلاة أهمية نروق أركان نانك إن شاء الله الصلاة المقبولة تلقبنغن كودوني سنك إن شاء الله شروط الصلاة وواجبات الصلاة أركان الصلاة إن شاء الله نلقى بينهم. نحلقات نترونا وكن الأخروق إن شاء الله أسر ما يكون مؤلف الصلاة المقبولة هي التي يصليها العبد وقلبه متعلق بالله عز وجل ذاكرا له على الدوام لا يغفل عنه بحال إلا أن تكون أركانه مشغولة بالصلاة وقلبه غافلا لاهيا عن ذكر الله. طبعا لا أن تكون أركانه مشغولة بالصلاة وقلبه غافلا لاهيا عن ذكر الله. يعني الصلاة المقبولة يحتاج حضور القلب. ولذي رب دعوان إنسان قلب حاضر أخر شاخ خشوع واني رب شاخ وكذا نترك من أسبابهم وأسباب خشوع صلنا على صلاة. لكن نلقى إغني إن شاء الله تفاصيل نلقى إغني. أولا صلاة شروط شاطرنا قلنا توقعنا وقول شروط صلاة وسوقعنا ما نرى الأركان سوقعنا ما نرى الواجبات سوقعناها كده صلاة المقبولة غير لقن نرت التفاصيل بإذن الله عز وجل نعول سنة الله ملاكش إن شاء الله. طيب شروط الصلاة وليك وين صلاة شروط شاطي صلاة شروط نرو سسقن. أولا الإسلام ثم العقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية. ننسى الصلاة الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية. نين ساسا شرط قن إن نين وانا قنان ديبا صلاة خطر أنبتي خطر لنبتي لنا ناقصة أنبتي وريخ نا ساسا نين لا ريت قابلنا أقول ديبا ورانا قن ورانا سادوكم كم شروط الصلاة. أول شيء إسلامي هنكو وريخ إسلام حقا ولد صلاة قبل صلاة إسلام حقا قبل صلاة يسرو قرا سلاني اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله يجي اسلام اقرار سقي اسلام اعترف بي تمي صلي سرو اكل له وما صلاه اسلامي دين كرب السلالي صلاه اسلامي دين السلالي صلاه اسلامي الفرستي. فبالتالي عقل الكودني سنك انسان مجنون لي اكلا نين لا لا قدابين ابو فيق. الشرط الاول الاسلام وضده الكفر والكافر عمله مردود ولو عمل أي عمل. إيش قلنا يوم مردود قنديبو كافر وليه أسلامة أخلاني. والدليل بكم من كتاب الله عز وجل وليكن الله سبحانه وتعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وكذلك قوله سبحانه وتعالى ولقد قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نين الشرط الأول قن لازم إسلام أخر شاخ إسلام ددني خا كفر قن. وبالتالي شرط لا رنقن الإسلام. اثنين العقل وضده الجنون والمجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق. والدليل الحديث رفع القلم عن 30 النائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق والصغير
حتى يبلغ نين انشرط اللي يعرف كذا لازم عقل أخرشه وريخ إنسان مجنون إنسان دركوخ عقل يكون يدواني جو إن إنسان نين مرفوع عن القلم. حسنات الكتاب سلديبو أن سيئات كتب سلديبو حسنات الكتاب سلقلو وريق حساب برقن كودو دليل وين حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول له هم بق يق رفع القلم عن 3 سيخة يعني قلم كتب لديبو مريق يعني نسيئات الأخرين حسنات الأخرين كتب سلديبو سيخة نفرقن نين خي وين جينا نا خلا لارد إن مجنون جن نا دركوه جن عقل واني جي أقول سيو هذا جن جنبه جن جنبه إنسان كده حساب شغلان وريه جن جابون يعني ني سنة كده صغير جنا أكم مرة كلف سقاخ بلغ قاخ تكليف جي قاخ نين غير نسي أخوانين أستلم منه ما نسبت ند نان اللي أنا شرط لقابني هنا تفاصيلي لأخوان إسلام 2 العقل 3 نان تمروغن التمييز ورنغن التمييز تمييز وضده الصغر وضده الصغر وحده 7 سنين ثم يؤمر بالصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة 7 وأضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. التمييز برنجنيز ده دودنيه تمييز بالضبط كذا الانجن يعني انسان ميزه ميزه نين درب نين نفق عقل كلمه يعني رجحت لقاء يا دودني اخوا شقن نين انسان ميزه له وريح جنايجن من عقل تنجح وينشتق ودي تكليف لقاء يا على الاقل بين الحديث ان حديث النبي صلى الله عليه وسلم يسنك مدتني هو حددنا هنا لا صلاه لد يعني كلف صلاه هو صلاه لي جبل سقاه حبا وطعام سقاه حبا أمر سقاه حبا لنغت أمر لنغت أمر غا يودن بك دو استرشاق وجي استرشاق شكا أمر غا يهنس اللي سقان طعام استرشاق كودو ندن بي خيري اللي كمان لحقني مسكب لحقني عرات لحق لغش كن جدونا شخني لحقني أكان لي نشتو كن جرشاق لحق نتجاس الرشاق معناها غير طيب نين سيخوغن سجر رفع رفع الحدث والوضوء المعروف وموجبه الحدث وشروطه 10 نان ان شرط رابع ان شرط ان سجر ين ما نسجر ين هون سيفضل قام هون ان سجر نسجر رفع الحدث وهو الوضوء المعروف يعني لازم وضوء ان يرشاخ دودني وري الحدث بمعنى غارق لاخته شهر قبل وموجبه نيس موجب دفع شروط شهر ورانا قلنا نا ودوس وجب دفع نيها سيخوا كان شهر ونيها نيها شكا شروط شهر نا شرط نين شكا شرط شهر نا شكا شرط نين انسى ستر تواخد نين فقط شروط نا شرط نشدره لغون نين يخي أولا الإسلام يق العقل يق التمييز يق النية واستصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة وانقطاع موجب واستنجاء واستجمار قبله وطهورية الماء وإباحته وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة إلى البشرة ودخول وقت على من حدثه دائما لفرضه تمام وأما فروضه فستة غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق وحده طولا من منابت شعر الرأس إلى الذقن وعرضا إلى فروع الأذنين وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان وغسل الرجلين إلى الكعبين والترتيب والموالاة نشر نسجر رفع الحدث نين شروط شاخ شروط نيوة شكاقن فروض شاخ فروض نيوة والتقن إنسان
ودو والجبر له لازم شكاش شرط وعني رشا وانا شكاش شرط نيغا والاسلام اخرشا وريخ ودو طهارت لا اسلام نتوقي اكلاني كودا عاقل اخرشا سبت رجل فعلا ما يجرى الرور مجنون حقين دركوه حقين يعني تمييز كودو مرة جناي اخر اخرشا خلاني لما تترس وقت لما تمرس وقت اخرشا خلاني فانسان ما يدر اخرشا كودا نيت واني رشا ومن نيت انقارن حقي ورا اشقش دور جليس احقي لازم نيت ودور خدت ورشا نيسانا كله استصحاب حكمها حكم نرو ورا يعني نيدي سحب رول شاخ نيدي درول شاخ بان لا ينوي قرحه حتى تتم الطهاره كده تري دمبك يعني شويه قال نانسن قاسو فدي فرو مش هاي اما قلنا وانترنا اخلالي لازم تراوح خير صدمنا عندي موالات الانتروغن انفرود نرولي نسانا كود انقطاع موجب انقطاعه موجب يو كذلك وكذلك واستنجاء او استجمار قبله وطهوريته مع يعني مثلا كدن في وعكان شخي وعكان ما يخرج من السبيلين او اكن شق دم اكن شرع او اكن نيل نادى كرد استنجاء واني رشاق او انا كم كد استجمار دام برا كدنو كرندر طهر سنا قال كان در نو تكود ما المهم نظافه واني رشاق استجمار واني رشاق استنجاء واني رشاق عقد اخن ورينا وتكود طهوريه ماء واباحته ازاله ما يمنع وصوله على البشره ودخول الوقت كذلك كذا قماش اسره وري قال اسره وري احتسرني اول شغله شغله اي شيء ان اعبى الى بهم اكان سنين تعيره ان اكان ان كانت نجرب سولي نادكل ان اعبى الى لهم شاخ على من حدثه دائم لفرضه واما فروضه فسته يق ونان ناولتني مهمات جدا فرائد الوضوء معناها تلقى بينا قلنا برنا وضوء كاني فرائد ديني شروط ديني واجبات ديني سنن ديني أركان دي نينر انجربك ناوكس ليس نكون لكن سلات مهم جدا نحلقات نين مهم جدا لازم لا رسواس نور الله مشان هون وريخ وضوء تفاصيل در نور له سلاسير تفاصيل در نور له فهم نور لني دمك يعني لسهب مني ما شاء الله تبارك الله اطمئنانة قناعة سليس نقرس نكون بإذن الله عز وجل ما نول تنين قصل الوجه نمرة واحد قصد الوجه من فرائد الوضوء من فرائد الوضوء والتبن ستة غسل الوجه ومنه المضمضة مضمضة يا خي عاوز قبل الإسلام الدين ديسي تمام نرندرا ما نقرأ كلهم مع نادين والاستنشاق والاستنشاق استنشاق يا خي عاوز كده قنبات نهاره ينو لما قوات قوات نمس قوات قمدنا نين قن استنشاق استنشاق قنبيل يدور الله عن بيت أجر الله كتاب دمنا كتره كل ما استنساه وحده طولا من منابت شعر الرأس إلى الذقن نين قصد الوجه نيو قصد الوجه من أكون قصد الوجه ومنه المضمضة منه الاستنشاق انقاس نقشوق انقاس نقشوق لي كودا مضمضة تنبك أبل اسنهر نشيق رندوك انحدود نيو فأوينيقن من منابت الشعر إلى وحده طولا طولا من منابت الشعر نتنهي كانلد إلى من منابت شعر الرأس من منابت شعر الرأس شبك أخرو الترسلي سقط نفسه كامل أخراجك الحية نت أخراجك نين نيوك كامل نين قن انقش وعرضا إلى فروع الأذنين نين قن عرض نهبه لينا نقول 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 لا وخرج نقول شنقا بخلا خلاصك نقول شنقا بخلا لا وخلاصك نهبر نين كامل لاقش نين حد نيخ نثد نت اخراسك قل نين عدد تقل طول دا نثد نشب اكتر يا خلد وقات الحياة لا خلاصك نكان نين حدود قشوق بمعنى هاي وغسل اليدين للمرفقين اها يدين ان شاء الله تعالى اقول التريرا نهبري نين قل المرفق نت اخراسك بس اول سنابر انقاس قرع غي نابر ثالث رنيت انت اخراسك ما نابر نيسنك
نيدا هذا تمام ترى الجنوب ده كله اكلت لك كان اثنين ناوك معها باذن الله تبزنا عز وجل تمام مقبالا قصد اليدين ومنه الاذنين الى وصل اليدين الى المرفقين نهبني ومسح جميع الراس كذا هذا نهت ترسله الدم راسك ما جابره نينازك ومنه الاذنين طوالي عنقوال اول سنه بره مسحره نابره كله ثم طوالي نابره نا لينا سبابات نس جو تمرو نا كون سورت ندمبيرات نهابره نهابره كله وما ينخن يدخل سبابته ناس على السماخ جوا انقل انقل ما كوردا نا سبابات نهار نهار نا كله ان غش كذا نا خدا نا برا ده نهابنا نا ان تبعت بهرد نهابنا بحامد نهابنا كم مالات جن معنا هذا وغسل الرجلين الى الكعبين الرجلين الى الكعبين اها لوكسنيتك كبسره فدرولو ك نسيت احراسك نينجن ها مثلا نابره نينجن نيتك احراسك كعبين لكن شريدرن لوكو مشكله داخلاني لوكسي تراخ بيش طارو تمام سره الى الكعبين حدني هو استحقن هو معناه لوكنا خواننا نين اكل نتا اكل ان اخوينا قولوا له انا مثلا نريد اول اخراج شويه جايبي سره تمام سره تعال اقول له ترسل سلفا اقول له ترسل نعم نقول لها بريلم سقيس كنت انا اصلا ديبم نعم نعم كامل اخره شاخ نين سجق ني جنبك الترتيب ترتيب اخر شاخ فلفل اخر لا غش اسرد ناس قاسنا كنون كنون ما غش تمام سنه غشين قاسنا ني ما ما تنا نقوم ببد نيد كامل نابنا قاصنا خنلو منا نان دستنا هذا نسيت نتخراسك نيد أم بكدو أخبار سنين تجارة دم برد ما قوسي ما لقوسي ترتيب الأخرى شاو هو كل ترسنا أكلاني نان الترسي أكلاني ما نقول ترى دم برو ما ترتيب ما مسيري لما أخبار سي نان نقصن قاسن يشتغل لنا ترتيب أس أسر أخره شاو نين الترتيب معناها غير أس أسر لي رتبص أخرى شاو لا فرفلها فرضا شاو لا أخني أرد جاي بترى شهر لا أخني أكان فرض شاخ معنا بإذن الله عز وجل نيدم بي والموالاة الموالاة ورانا غير كودني سنك يعني وقت واني رشح لنا نا ما نقول ودي سر القرو نعم تسن قاسو فرن ما نان شوية نفران دا تلفون قابين دا شوية نانا تقرأ جينستين روان تردو كودو ناسن قاسي اغن لا لان دا قجنا شايج اني كودو وان تردو ملوكسي ودي سيغنا اخلاني موالا ودو تلتر يردن بي بسم الله يردن بي ترتيب نيجك أسر الله ريك من الأكاند وما موالا من دون انقطاع لا تزقري ما نقول قال أري أتحبر قري تمام ترى نهابري نولتني قن والدليل قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين الله سبحانه وتعالى نسيكم والدليل الترتيب الحديث ودليل الترتيب الحديث أبدأوا بما بدأ الله به ترسى إن جاء ترسى يقول نين معناه ترتيب أسأل سابدين لا أقصد لي نغلي دابي ستولو شخلان كده نيسانك والدليل الموالاة حديث صاحب اللمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى رجلا في قدميه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره بإعادة وواجبه التسمية مع الذكر ونواقضه ثمانية الخارج من السبيلين وطيب نانه تدوين هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.